مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. إن فهم ومعرفة سمات الشخصية للآخرين يساعدنا على التعامل معهم، ولكل أحد منا هذه الصفات والسمات لها معنى ودلالة في شخصيتنا، ولذلك نحن نقدم لكم اليوم معنى وصفات اسم تقى. معنى اسم تقى: تقى اسم علم مؤنث عربي، جمع تقات، معناه المتقية والمطيعة، المتجنبة لما نهى الله، والممتثلة لأوامره، المتميزة بالتقوى والإيمان والطاعة والخوف وخشية الله. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة ذات شخصية تقليدية، تفكر بطريقة محافظة، تبحث عن المثالية في تعاملاتها، وتحب العدل، عاطفية، ولديها رغبة شديدة في الزواج والاستقرار، صبورة جدا وحليمة، لكن عندما تغضب تتغير كثيرا. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم تقى؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.